مرحبا بكم في حلقة جديدة بعنوان منظومة تثمين الزيوت المستعملة. الزيوت المستعملة سواء بالنسبة للمحركات، وسائل النقل، وفي الأوراش الصناعية، وفي الطبخ، أصبحت متداولة بكثرة وعندها تأثيرات سلبية على الصحة والبيئة. ومن هنا أصبح ضروري نفكروا في تثمين الزيوت القديمة بشكل نافع وغير مضر بالبيئة. عملية تدوير الزيوت المستعملة هي عملية جمع الزيوت المستهلكة وتمريرها على عمليات صناعية كتشمل تنقيتها بمصفات، إضافة الهيدروجين لها، مزجها به بهدف استخراج المواد ذات القيمة منها وفصلها على المواد الغير مفيدة، وذلك لإعادة استخدامها مرة أخرى. الآن نشوف مختص في قطاع تثمين النفايات. الزيوت المستعملة صنفان. الصنف الأول هي زيوت الطبخ المستعملة، وهي نفايات غير خطيرة، ولكن إذا تم التخلص منها في مجاري المياه العادمة في هذه الحالة كتشكل خطر على البيئة، في حين أن الزيوت المحركات المستعملة كتعتبر نفايات خطيرة كتشكل خطر على البيئة إذا تم إعادة استعمالها بطريقة عشوائية. كيفاش ممكن تحكموا في مسألة تدوير كل الزيوت المستعملة في المغرب؟ اليوم في المغرب التعامل مع الزيوت المستعملة خاصة الخطيرة ولا كيخضع لإجراءات قانونية كتفرض على أي شخص كيعمل على تدوير هذه الزيوت الحصول على ترخيص من طرف الوزارة. وفي هذا الإطار عملت الوزارة على توقيع اتفاقية شراكة كتهدف إلى إنشاء وحدات تثمين الزيوت المستعملة. هذا التثمين اللي غيمكننا من الحصول على وقود بديل بيوديزل وزيوت محركات صالحة للاستعمال. وما نساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.